الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت سعر بيع للمثقال واحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 437 ألف دينار، وسعر الشراء 433 ألف دينار. وأشار المصدر إلى أن سعر بيع المثقال واحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 407 ألاف دينار، وبلغ سعر الشراء 403 ألاف دينار. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط العالمي، وبلغت أسعار خام البصرة الثقيل نحو 73 دولاراً و54 سنتاً بعد ارتفاعها بمقدار 42 سنتاً، فيما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 42 سنتاً ليصل إلى 76 دولاراً. يشار إلى أن أسعار النفط العالمي ارتفعت لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت هجمات شنتها ميليشيا الحوثي على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة البحرية. أعلنت مديرية عام الطرق والنقل البري في محافظة إيلام الإيرانية عن نقل أكثر من 1,285,000 طن من البضائع عبر منفذ مهران الحدودي مع العراق خلال العام الإيراني الحالي. وأشارت المديرية إلى ارتفاع نسبة نقل البضائع بنسبة 5% عبر معبر مهران الحدودي، مضيفة أنه خلال هذا العام تم نقل أكثر من 1,018,000 طن من البضائع بواسطة 47,000 شاحنة. أقر برلمان النظام السوري الموازنة العامة لعام 2024 بنفقات قدرها 35 تريليون ليرة، أي أعلى بنحو 115% من موازنة عام 2023، غير أن الموازنة ستكون أقل بنسبة 43% عن العام السابق بالنسبة لصرف الدولار. وتأتي هذه الموازنة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الناجم عن الحرب المستمرة والزلزال الأخير، حيث تقدر نسبة الفقر بأكثر من 90% من السكان وسط انهيار شبه تام في الاقتصاد. انخفضت قيمة الين الياباني بشكل عام بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير في ختام اجتماعه الذي استمر مدة يومين. وبعد القرار تراجع الين أكثر من 0.6% مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 143، لكنه عوض لاحقا بعض تلك الخسائر، وبلغ سعر العملة اليابانية في أحدث التعاملات 143 ين للدولار. ومقابل اليورو تراجع الين أيضا إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 157، وكان في أحدث التعاملات منخفضا بنسبة 0.5% تقريبا إلى 156 لليورو. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام موجز للقاء.